إذن مشاهدينا، لمزيد من التحليل معنا ومع حضراتكم هاتفيا الأستاذ العزب الطيب الطاهر، الخبير في الشؤون العربية بالأهرام. سيد العزب، أهلا بحضرتك. وبداية، ما عنوانك الخاص لهذه الزيارة ولمخرجاتها؟ هذه الزيارة هي تدشين لحقبة جديدة في التعاون الاستراتيجي المصري الجزائري، وعودة ما يمكن وصفه بالمحور المصري الجزائري إن صح التعبير، لإعادة الانضباط إلى النظام الإقليمي العربي ووضعه على سكة التوافق فيما يتعلق بقضايا وأزمات المنطقة، بالذات في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد هي القضية المركزية الأولى للعالم العربي، وبالتالي وهو ما رصدناه خلال المؤتمر الصحفي بالذات فيما تكلم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر الآن والجزائر في ضوء هذه القمة البالغة الأهمية ستنطلقان نحو آفاق وفضاءات أكثر رحابة في تعميق العمل العربي المشترك. أولا فيما يتعلق بتوفير البيئة السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى إنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وسوف يتم الاتفاق على موعده المحدد في اجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 مارس المقبل، بحيث تكون هذه القمة وفق ما يرغب الجزائريون وترغب القيادة الجزائرية أن تكون قمة فارقة وتحقق ما يمكن وصفه بالحد، ليس الحد الأدنى ولكن الحد الأكبر من التوافق العربي فيما يتعلق بالقضايا العربية وتحقيق التضامن العربي الحقيقي وليس القائم على البيانات والشعارات. هذا جانب. الجانب الآخر أن هذه القمة أعطت رسالة تطمين للفرقاء الليبيين بأن كل من مصر والجزائر تقفان إلى جانب الشعب الجزائري، إلى جانب الدولة الجزائرية، آسف، الشعب الليبي، إلى جانب إعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة تبدأ بإجراء الانتخابات، وهذه المرة استخدم تعبير أو كلمة بالتزامن، الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن وليس بالفصل بينهما وفق ما تسعى إليه بعض الجماعات المنتمية للإسلام السياسي داخل ليبيا. وحرص البلدين على إجراء هذه الانتخابات على هذا النحو أنه يوفر لها القدرة على أن تستقطب أبناء الشعب الليبي وتشكل البداية الحقيقية لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة قائمة على الاقتراع المباشر وفي وفق محددات النزاهة والشفافية ووفق إشراف إقليمي ودولي وليس إشراف وطني أو ليبي داخلي. طيب سيد العزب، حضرتك بدأت الحديث بالعلاقات الثنائية ويعني تعظيم هذه العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار وحدة الأهداف المشتركة وفي إطار الإرادة المشتركة بين البلدين. بعدها حضرتك ذكرت الملف الليبي. هنا أسأل حضرتك فيما يتعلق ب إلى أي مدى هذا اللقاء الثنائي بين الرئيسين يمثل قاعدة انطلاق للعلاقات المصرية الجزائرية من جانب والعلاقات العربية العربية من جانب آخر؟ فيما يتعلق بالبعد الثنائي بين مصر والجزائر، كما هو معروف العلاقات، والرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم اليوم استخدم تعبير علاقات متميزه، تعزيز العلاقات المتميزه. هناك علاقات متميزه وتاريخيه وذات ابعاد استراتيجيه منذ ثوره الجزائر، منذ ان قامت مصر بتوفير الاسناد الرئيسي لهذه الثوره وصولا الى اعلان استقبال الجزائر اللي تم الاعلان عنه في اذاعه صوت العرب هنا في القاهره، والدعم السياسي والمادي والعسكري واللوجستي والاعلامي لهذه الثوره، ثم مشاركه الجزائر في ايضا بدعم لوجستي وعسكري في حرب 67 او بعد الهزيمه مباشره، ثم في حرب 73 باكثر من 2000 جندي ومقاتل جزائري مع 192 ضابطا واعداد كبيره من ضباط الصف، الى جانب 50 طائره جزائريه مقاتله وعشرات الدبابات والمدرعات. هذه الخلفيه التاريخيه تعطي سمة التفرد لهذه العلاقات. بناء على هذا التفرد تنطلق العلاقات الجزائرية المصرية اليوم بهذه القمة المهمة، وهي أول قمة بين الرئيسين وفي القاهرة، لتنطلق لتعيد صياغة
هذه الأبعاد الاستراتيجية في التعاون المصري الجزائري على مختلف الصعد أشار إليها رئيس عبد الفتاح السيسي. طيب سيد العزب، حضرتك تأمل في تضامن عربي حقيقي وليس مجرد بيانات يعني على الورق فقط، إلى أي مدى هذه القمة مؤشرة ومبشرة لهذا التضامن في قمة عربية مرتقبة؟ يعني عندما أرادت الجزائر أن تنطلق لتحقيق مشاورات عربية نحو تحقيق هذا القدر الذي تسعى إليه من التضامن العربي في قمتها المرتقبة، بدأت بمصر سواء عبر من هذه القمة اليوم، وقبل ذلك زيارتان لوزير الخارجية الجزائر للقاهرة في غضون فترة قصيرة. وبالتالي تمثل مصر بالنسبة للجزائر البوابة الرئيسية للانطلاق نحو مشاورات عربية خلال المرحلة المقبلة لتذويب بعض التناقضات والخلافات والتباينات في المواقف العربية تجاه قضايا مهمة، في مقدمتها موضوع ملف السلام في والقضايا الفلسطينية، وأيضا ملف عودة سوريا للجامعة العربية. وأنا أظن أن هناك اجتماعان مرتقبان على المستوى العربي، اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية هذا الشهر بدعم من الكويت باعتبار رئيس الدورة الحالية للجامعة لمجلس الوزراء العربي، وهو اجتماع ليس رسميا ولكنه يتم الحديث فيه باستفاضة وبعيد عن الإعلام. وفي هذا الاجتماع سوف يتم يعني وضع الكثير من المحددات والخطوات المرتقبة، ثم يتم بلورة هذه التصورات في الاجتماع لوزارة الخارجية الرسمي الذي سيعقد في 9 مارس المقبل بجامعة الدول العربية، وهي دورة عادية من دورات الجامعة العربية لكنها ستكون من الأهمية بمكان، لأنها ستبلغ أولا توافق عربي على القضايا المختلفة عليها، ثانيا تحديد موعد القمة العربية في الجزائر الذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن. قضية الأمن المائي المصري طرحت طبعا وكانت على رأس أجندة اللقاء بين الرئيسين، ماذا تريد مصر من الجزائر في هذا الملف بالتحديد؟ رأينا خلال الأشهر الماضية أن وزير الخارجية الجزائري توجه إلى أثيوبيا والسودان في مسعى لمحاولة التوسط للمساهمة بجهد ما في إنهاء هذه الأزمة أو إحداث تقارب في المواقف بالذات بين مصر والسودان من ناحية، وسوى من ناحية أخرى نسيما أن أثيوبيا تتمسك بمواقفها التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. ولكن يبدو أن الجزائر اليوم في ضوء القمة اليوم تعقدت مع بين رئيس تبون ورئيس عبد الفتاح السيسي، أفضت إلى أن الجزائر باتت مقتنعة بالرؤية المصرية التي تتحدث عن أهمية وضع قواعد لملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ووفق المحددات الفنية التي يتعارف عليها الخبراء، ثم التواصل إلى اتفاق ملزم للجانبين أو للجوانب الثلاثة أو للشركاء في موضوع سد مصر والسودان وأثيوبيا. وأظن أن هذا الموقف من الجزائر سيضيف إلى الموقف المصري قوة، خاصة أن هناك أنباء أن أثيوبيا في الآونة الأخيرة بدأت تتجه نحو قدر من العقلانية، وأتمنى ذلك أن يكون صحيحا خلال هذه المرحلة بإذن الله. اتضحت فكرتك السيد العزب الطيب الطاهر الخبير في الشؤون العربية بالأهرام، أشكرك جزيل الشكر.